السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الأولى في الأسبوع التاسع في مساق Introduction to Hematology، وقال لك هان حنتكلم، تكلمنا في المحاضرة السابقة على الممبرين ريد بلاد سيلز ممبرين، الآن حنتكلم على الهيموجلوبين. الهيموجلوبين يا أستاذ الفاضل يمثل نسبة تقريبا 64500 المولوكيولار ويت بتاعه، زي فانكشن نقل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. الهيموجلوبين يعشق ثاني اكسيد الكربون 20 مرة ضعف الأكسجين، بمعنى إنه الهيموجلوبين لو ماشي مع الأكسجين وحامل الأكسجين بحبه مرة، لكن لو وجد ثاني أكسيد الكربون بحبه قد الأكسجين 20 مرة. إذا فورا يترك الأكسجين، يتركه على أول مفترق بيبيعه، وبيحمل مين؟ أو ثاني أكسيد الكربون. هذه الصفة بتاعته. طبعا عندنا أنواع عديدة، تقريبا 500 نوع لا يذكر هذه الأنواع، لكن أهم هذه الأنواع اللي موجودة عندنا اللي هو في الإنسان هنتكلم عليها. تمام، هذا الهيموجلوبين مهمته نقل ثاني أكسيد الكربون الأكسجين زي ما تكلمنا، بيمثل نسبة 34% من إيه؟ من حجم الخلية، خلية كرات الدم الحمراء. مين كورباسيتيولر هيموجلوبين من 32 ل 37، كتب بتقول 34، خلية 33 بيكوغرام. خلينا احنا على النسبة الموجودة معانا في الكتاب. طبعا عملية التصنيع للهيموجلوبين، 65% من الهيموجلوبين يتم تصنيعه أثناء مرحلة الإماتيور الغير ناضجة خلايا الدم الحمراء، وبنطلق عليها نورموبلاست. 35% تصنع في فترة الريتيكولوسايت ستيج، في مرحلة الريتيكولوسايت. طبعا لا نو هيموجلوبين ميد، ما فيش هيموجلوبين يصنع في فترة ايه؟ في فترة لما تكون ناضجة، خلي بالك. تمام، يحتوي على 280 مليون هيموجلوبين مولكيول، اللي هو 34%، هذه 280 مليون هيموجلوبين مولكيول. يصنع الهيم سينتيسيس، يصنع في الميتوكوندريا. الجلوبيولين يصنع في الريبوزوم، خلي بالك من النقطة هذه. تمام، زي ما احنا شايفين يحدث عملية التجميع. هنا لاحظ عندك هنا انه الهيموجلوبين عندي، مثلا في الهيموجلوبين A1 بكون عندي 2 الفا، هي 1 الفا وهي هذا الفا، و2 بيتا، هي 1 بيتا و1 بيتا. التشين هذه، البوليبيبتايد هذه، في داخلها يوجد حديد. تمام، يوجد حديد. إذا الهيموجلوبين يتكون من هيم، الهيم اللي هو بروتوبروفيرين زائد حديد، وجلوبين اللي هو بروتين. تمام، هاي الحديد. تمام، طيب نمشي. هيموجلوبين كومبوزيشن، خلي بالك انه الهيموجلوبين في فترة ما يكون الشخص ناضج، اي ما بعد الولادة، يكون هيموجلوبين A1 وهذا نسبته 98%، 2 ألفا و2 بيتا. في بكون 1% ل 2% هيموجلوبين A2، في دم الإنسان الناضج أنا وأنت، هذا ألفا، 2 ألفا، 2 جاما، 2 سيجا عفوا. تمام، هيموجلوبين F 2 ألفا واثنين جاما، وهذا أقل من 1% زي ما احنا شايفين. طيب هيموجلوبين ثيانتيسز، عملية تصنيع الهيموجلوبين سبق وأن تكلمنا قبل قليل إنه الهيموجلوبين لو أخذنا هذا 34%، أخذنا مولوكيول من 280 مليون مولوكيول، هنلاقي وحدة ألفا وقبالها ألفا الثانية، هي هذه ألفا وهذه قبالها ألفا اثنين، بيتا 1 بيتا 2، في داخلها حديد، في داخلها حديد. طيب 2 الفا و2 بيتا في هيموجلوبين A1. هان اللي بدي اركز عليه وبدي اقوله وبدي انوه له، انه الهيموجلوبين يتكون من جلوبين بروتين، والجزء الثاني الهيم،
اللي هو حديد زائد بروتوبوروفيرين. بروتوبوروفيرين اللي بتصنع منه أو ينتج منه البيليروبين. طيب الجلوبيولين، الجلوبيولين تشين ثانتيزيس، تصنيع البروتين ولا حاجة، فكرته سهلة. أي بروتين جاي من الدي ان اي، الدي ان اي يحدث له عملية ترانسكريبشن بواسطة انزيم اسمه دي ان اي بوليميريز او ار ان اي بوليميريز. سنترال دوغما اوف لايف، بنحكي جوهر الحياة. هذا البروتين الذي تم انتاجه من الار ان اي بوليميريز من الدي ان اي، زي ما احنا شايفين عندنا في الرسم هنا، من الدي ان اي طلع لي حاجه اسمها ماسنجر ار ان اي في الترانسكريبشن، عمليه ايه اللي هي عمليه النسخ بواسطه انزيم ايش اسمه، ار ان اي بوليميريز. طيب المرحلة الثانية لإنتاج الجلوبيولين بيطلع هذا داخل النواة، بتكون هذه العملية. الآن بده يطلع الآن، تمام، وين من 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 النواة بده يروح إلى مين؟ إلى السيتوبلازم، وهذه العملية اسمها عملية الترانسليشن، عملية الترانسليشن. وهذا الترانسليشن يحدث، أي أنه في هذه المرحلة واسطة الرايبوزوم ينتج من المسنجر ار ان اي، شو بينتج لي؟ بينتج لي البروتين اللي هو بولي بيبتايد، هذا اللي احنا شايفينه. عمليتين كبار اللي بيصيروا عندي، ترانسكريبشن وترانسليشن، بنسميهم بروتين ثيانتيسيز، عملية تصنيع البروتين، تمام. طيب قال لك خلصنا من الجلوبيولين. الدي ان ايه اللي موجود عليه، ها ركز معي، الدي ان ايه اللي بنطلع منه المسنجر ار ان ايه هو في على كروموزوم رقم 11 وكروموزوم رقم 16، تمام. يوجد عندي 8 جينز، 8 جينات، تمام. 8 جينات، طبعا زي ما احنا شايفين مش كلهم بيعملوا، في جينات تعمل في فترة الطفولة، في جينات تعمل في فترة البلوغ. هذا عندي هاي الإبسون، هاي الجاما، تمام، هاي جاما، وهاي هذا لو كان اكتف هذا بكون ان اكتف، هذا ان اكتف هذا بكون اكتف، يعني ما يكونوا كلهم يعملوا مع بعض، لأنه زي ما احنا عارفين في فترة الجنين بكون جور 1 جور 2 بورتلاند، صح. ببلش الهيموجلوبين اف بعد الولادة، بيختفي جور 1 جور 2، وهيموجلوبين اف اللي كان 90% 80% بده يقل يصير 1% بعد الولادة. مين اللي بيرتفع بداله؟ هيموجلوبين A1، A2 2%، F 1%، هيموجلوبين A1 بده يصير قد ايه؟ 98%. فإذا زي ما احنا شايفين على كروموزوم رقم 6 موقع إبسون، تمام، ألفا ألفا 1 ألفا 2، 8 جينات موجودة عندي، هذه نسخة وهذه نسخة، تمام. طبعا أبوية من الأب ومن الأم، موجودين الكروموزومين في نفس الشخص، في الكروموزومين في شخص ثاني في نفس الخلية، كروموزوم 11 عليه جاما عليه بيتا عليه إبس سيجا عليه بيتا، تمام. هاي كلها عددها 8 جين زي ما احنا شايفين. هذا ممكن لو اشتغل مثلا، نيجي ناخذ الالفا، لو اشتغل مع الابسون اعطاني جوار 2 في فترة ايه؟ المواليد. ابسون مع سيجما اعطاني ايه؟ جور 1 برضو في المواليد، في الاجنة عفوا. في عندك بورتلاند برضو سيجما مع جاما اشتغلوا مع بعض، هدول بتوقفوا، بيعمل عندك بعد الولادة هيموجلوبين اف اللي هو الف
اللي هو بي ألفا وجاما. هان هيموجلوبين اي 2 ألفا وسيجا، هيموجلوبين اي 2 بيتا. بيتا اشتغلوا هدول الجينين مع بعض يعطوني هيموجلوبين اي. هدول في فترة ايه؟ النضوج، ما بعد الولادة، هدول ما قبل الولادة. مش كلهم بيشتغلوا، هذا بيشتغل، هذا بكون واقف، هذا بعد الولادة بيقف، هذا بيشتغل، تمام؟ بعد الولادة. طيب نمشي، زي ما احنا شايفين الكلام اللي تو حكيناه في الامبريونيك، في الاجنة، هذا في الفيتال، هذا في الادلت. طيب وهنا قلنا هيموجلوبين جوار 1 جوار 2 بورتلاند بكونوا ايه في الامبريونيك في الفيرست تريمستر، في اول 3 شهور للاجنة. طبعا بكون عندي الهيموجلوبين اف نسبته 90% اول من كم اسبوع لغاية ما تقل النسبة، ويتم استبدال الهيموجلوبين اف في الهيموجلوبين اي 1، تمام؟ هيموجلوبين اي 1 بيرتفع، تمام؟ في الادلت هيموجلوبين A1، هيموجلوبين A2، هيموجلوبين F، بتكون هاي الأنواع الهيموجلوبين. عندنا هنا إعادة للكلام، في بداية التصنيع في اليوكساك، في بداية الإخصاب أول أسبوعين، تمام؟ أول شهرين بيكون في اليوكساك، أي أنه في الكيس المحيط في البويضة المخصبة. يبدأ بعد ذلك الليفر يعمل، ثم السبلين، لغاية بعد الولادة يبدأ في الإضمحلال، ويبدأ البون مارو يتصدر هذا المشهد إلى غاية سن 18 سنة، ثم يقل النشاط حتى يصل إلى ما بعد ذلك، لكن بكمية قليلة زي ما احنا شايفين. قل عندي النشاط. طبعا هنا عندي بكون بيتا شغال، سيجا شغال، هنا كان إبسون، كان ألفا، كان جاما، كان وإلى آخره، تمام؟ طيب الهيم ثيانتيسيس، عملية تصنيع الهيم. نيجي الآن للحديد. الحديد قصته قصة قصته قصة. خلينا نتكلم على عملية التجميع داخل البيلي روبن. خلينا البيلي روبن داخل هذا، خلينا نجملها كيف كوننا البروتوبوروفرين. خلي عندك، ركز عندك هيم ثيانتيسز، عندك ساكسينايل كو انزيم زائد جلايسين، ربطناهم في انزيم اي ال اي اسمه، تمام؟ اي ال اي امينو ليفيولينيك اسيد، حول لي اياهم، ربط لي 2 جزئين، طلع لي البروتو او بروف فوبلينوجين، حول لي ليوروفرينوجين لكوربوفرينوجين، ثم رجعت هذه العملية إلى الميتوكوندريا، كوربوبروفرينوجين بروتوبروفرينوجين، لغاية ما دخل الحديد هنا في المرحلة رقم 6 مع البروتوبروفرين، اعطاني هيم. وتو كنا نحن مصنعين فوق الهيموجلوبين، اذا الان يتم التجميع لهما زي ما احنا شايفين. الان كيف دخل الحديد عندنا؟ قال لك الحديد في عندي نواقل لترانسفيرين، السيارات اللي بتنقل الحديد، راحت حاملة 2 جزيء من الحديد، مدخلاهم من خلال الريسبتور مستقبل على سطح الخلية، دخلت الترانسفيرين، دخل مع 2 جزيء حديد. الآن الريسبتور والترانسفيرين النواقل غادروا الخلية وطلعوا برا، ضل عندي بس الحديد. الحديد الآن إما يخزن في داخل الخلية على هيئة فرتين تخزين لمدة شهرين، تمام؟ تخزين لمدة شهرين في هذه العملية. أنا داخل الميتوكوندريا ما بدناش نخزن، نستخدمه في نفس الوقت، رحنا رابطين الحديد مع إيه، طب خلي الحديد على جنب، تعالي هنا على الجلايسين زائد بي 6 فيتامين بي 6 مع ساكسنايل كو انزيم بواسطة الانزيم الاي ال اي، ما حول لي البرو فوبلينوجين واليوروفوبلينو فايرينجين والكربوفرينوجين والى اخره، اعطاني حديد مع البروتوبوروفيرين، ربط لي اياهم واعطاني حاجه اسمها هيم.
اجى هان الجلوبيولين موجود في الخلية بواسطة الريبوزوم تو صنعناه، اعطاني الالفا والبيتا على سبيل المثال، هيهم الجلوبيولين التشينز مع الهيم، اعطوني حاجة اسمها هيموجلوبين. الان الهيموجلوبين اسمبلي يتم تجميع اربع بوليبيبتايد مع الحديد مع البروتوبوريفيرين وداخل الهيموجلوبين، ويخرج الان الهيموجلوبين يعمل بشكل طبيعي داخل الخلايا، تمام، يؤدي وظيفته طبيعيا. طبعا الآن function of hemoglobin، وظيفة الهيموجلوبين تكون في هذا الوقت اللي هو ايه، نقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، زي ما احنا شايفين الهيموجلوبين بكون على الشكل هذا. كيف بتكون مكان الأكسجين منفتح في الأكسجين هيموجلوبين، لكن ما فيش هيموجلوبين بكون مغلق المكان، تمام. طبعا كل جرام من هيموجلوبين بينقل لي 1.34 مل من الأكسجين. أكسجين ديسوشيتد كيرف اوف هيموجلوبين، وهذا الكيرف زي ما احنا شايفين وباختصار شديد له قال لك يزداد، بيعطينا هو كلما زادت البي اتش الضغط داخل الدم يزداد تشبع الأنسجة بالأكسجين، والعكس الطبيعي للدم المشبع فوق 75 مع بي اتش طبيعية 25% بتكون أكسجين من الأنسجة. كلما زاد الضغط زاد الانتشار للأكسجين، كلما زاد الضغط زاد التشبع للأكسجين. زي ما احنا شايفين الخط الأول بكون abnormal، الخط هذا abnormal بكون أقل من أكثر من 75، هنا بكون أقل من 75، لكن النورمال بكون عند إيه؟ عند 75. هنا أصبح ميتا هيموجلوبين، أي هيموجلوبين معطوب لو وصل للحد هذا الساتوريشن التشبع، تمام. نمشي الآن بوهر إفكت، بنقول عنه بوهر إفكت. يعطيكم العافية وليلة سعيدة.